في ظل تصاعد الخروقات الانتخابية للمرشحين، مفوضية الانتخابات تصدر قرارا بمعاقبة عدد من المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية بغرامات مالية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لعام 2018. المفوضية ومن جانبها أنذرت المخالفين في حال تكرار المخالفة من قبل المرشح أو التحالف السياسي، حيث سيتم سحب المصادقة منه. ودعت الأحزاب السياسية والمرشحين إلى التعاون مع المفوضية والالتزام بإجراءاتها وأنظمتها من أجل تلافي العقوبات التي قد تصدرها في حال تكرار المخالفة. ويذكر أن مفوضية الانتخابات أصدرت نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لعام 2018، والذي ينص في بعض فقراته إلى إصدار عقوبات متعددة ومختلفة بحق المخالفين لفقرات النظام المذكورة. هذا وعاقبت المفوضية أكثر من 100 مرشح متوزعين على معظم الائتلافات والأحزاب السياسية، وكذلك ما يقارب 25 حزبا وتحالفا سياسيا. قناة الرشيد الفضائية، علي حميد.